السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختكم ريم باقدود. اليوم بإذن الله حشرح لكم محاضرة الـ Organization Pattern of the Limbs. أتمنى أنكم تفهموها مني بإذن الله، وإذا حصل أي خطأ أو نقص أتمنى تنبهوني عليه. نيجي للـ Objective. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة حنعمل Describe للـ Musculoskeletal Organization of the Limbs، Describe للـ Patterns of Innervation, Blood Supply and Lymphatic Drainage of the Upper Limb with Applied Clinical Notes. Describe the important surface anatomy of the upper limb and its clinical application. إن شاء الله بإذن الله هحاول قد ما أقدر إني أغطي هذا الأوبجكتيف في المحاضرة اللي هقولها دحين. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا إحنا هنتكلم عن upper limbs. فالupper limb يعني هتتكون من skeletal، هتتكون من muscles. طيب من أهم skeletals الموجودة في upper limbs عندنا من وراء اللي هي الscapula، من قدام عندنا clavicle، عندنا اللي بتكون الأرمز اللي هي humerus. اللي بتكون الفوري أرمز حتكون في هنا عندنا الراديوس وحتكون في الألنا، واللي بتكون الهاند عندنا اللي هي كاربلز ميتاكاربلز بعد كده فالنجيز. طيب منطقة الشولدر ريجون هذه بتتكون من الأكزيلا. الأكزيلا تتكون من الأبر بارت أوف ذا أرمز وتاخد كمان معاها سايد أوف ذا تشست. تمام، صنفوها زي ما قلنا في الأناتومي إنها بايرميدين شيب. بايرميدين شيب يعني لها إبكس ولها بيز. الإبكس حقها من قدام يعني interiorly بيتكون من clavicle، posteriorly بيتكون من upper border of the scapula، وميديالي بيتكون من first rib. الإبكس هذه بتجي فيها nerves, blood, lymphatic vessels جاية من النك وحتمشي تدخل فيها وتغذي فين ال upper limbs. طيب البيز حقها بيتكون من interiorly lower border of the pectoralis major muscle. هذه المسلز اللي بتكون الـ interior wall of the axilla دحين حنتكلم عنها. posteriorly حيتكون من two muscles أو two tendon حق two muscle اللي هي latissimus dorsi anterior major muscle. طيب وميديالي حيتكون من chest wall. طيب زي ما قلنا إنه لها apex base لها كمان axilla walls. طيب عندنا من قدام interior walls of the axilla بتكون من ثلاثة مسلز مهمة اللي هي pectoralis major muscle, subclavius and pectoralis minor muscle. طيب posteriorly بتكون برضو من three muscles من فوق لأسفل. من فوق حتكون subscapularis muscle, latissimus dorsi and teres major muscle. طيب medially الميديال wall اللي هو هذا حيتكون من الريبس وحتمشي عليها muscles كبيرة جاية من قدام على وراء اسمها serratus anterior muscle. طيب أما lateral wall حق الأكزيلا حيتكون من مسلز اسمها كروكوبراكيالس مسل وبايسيبس مسلز. هذه مسلز حقت الأرم مينال. يعني نبدأ أول شيء بالإنتيرير وول أوف ذا أكزيلا. طيب قبل ما ندخل على المسلز لازم نعرف إن هي بتتكون من تو لاير، عندنا ديب لاير وعندنا سوبرفيشال لاير. الديب لاير بتتكون من تو مسلز، أول واحدة اللي هي سبكليفيوس مسل. السبكليفيوس مسل الأوريجين حقها بيبدأ من الفيرست ريب أو نقدر نقول فيرست كوستال كارتليج، والإنسيرشن حقها زي ما احنا شايفين هذه هي كلافيكل، هتعمل إنسيرشن في الكلافيكل حتى مسوي فيها جروف. طيب النيرف اللي بعملها سبلاي نيرف تو سبكليفيان، هذه بيجي من البريكال بلكسس. طيب ايش وظيفتها؟ بما انها هي ماسكة في الكلافيكل هتعملها ديبريست وتخليها ثابتة في مكانها. طيب هذا المهم اللي نعرف عن سبكليفيس مسل. المسل الثاني اللي بتكون لنا الديب لاير اللي هي مين؟ بيكتوراليس ماينر. بيكتوراليس ماينر أو زي ما احنا شايفينها الأوريجين حقها بتطلع من 3-4-5 ريبس. تمام الانسيرشن حقها لو شوف لفيناها شوية ايش هذا؟ هذه هي سكابولا، فالانسيرشن حقها حيكون في كروكويد بروسيس اوف ذا سكابولا. النيرف اللي بيعمل لها سبلاي ميديال بكتريال نيرف، هذا برضو بيطلع من البريكيال بلكسس. طيب ايش وظيفتها؟ وظيفتها يقول لك هي بتعمل فيكسيشن للسكابيولا لأنها هي ماسكة فيها. إذا السكابيولا خلاص ثابتة هي بتعمل إليفيشن للريبس اللي هي ماسكة فيها، وهذا من دي النقطة حنعرف إنها تعتبر as accessory muscle of inspiration. طيب وبكده يكون خلصنا deep layer of the anterior wall of the axilla. قبل ما نوصل للسوبرفيشال layer في بينهم فاشيا، هذه الفاشيا اسمها clavio pectoralis fascia. طيب بما إنه اسمها كلافيو يعني تبدأ above the clavicle وتنتهي in the lower border of the pectoralis minor، بعد كده تكمل as a ligament. طيب
كده عادي يكفي عن الفيشيا. نيجي للديب للسوبرفيشال لاير. السوبرفيشال لاير بتتكون من واحدة مسلز كبيرة اللي هي اسمها مين؟ بيكتوراليس ميجور. بيكتوراليس ميجور بما انها كبيرة حيكون لها تو هيد. الهيد الاول بيجي يبدأ من الميديال ميديال اوف ذا كلافيكل، طيب، والهيد الثاني حيبدأ من الاسترنم والابر سكس كوستال كارتليج. كل الاثنين حتروح تعمل انسرشن لاترال تو بايسيبيتال جروف، زي ما شايفين هذه الهيومرز وفيها دا اللي هو بايسيبيتال جروف. لاترال لو حتعمل انسرشن من هي البكتراليس ميجور. طيب النيرف اللي بيعمل لها سبلاي ميديال اند لاترال بكتريال نيرف. طيب بما انه لها تو هيد حيكون لها وظيفتين، او يعني عشان هذا جاي من كلافيكل وهذا جاي من الاسترنم، هذا بيعمل شيء وده بيعمل شيء. اللي جاي من كلافيكل هيعمل فليكشن اوف ذا شولدر، اما اللي جاي من الاسترنم والكوستال كارتليج هتعمل ثلاثة اشياء، ودي الثلاثة الاشياء نورمالي اي مسلز هتروح تمسك في الباسيبتال جروف او يعني قريبة منها هتسوي دي الثلاثة اشياء اللي هي اداكشن اكستنشن ميديا روتيشن. نحن اوريكم هي هنا في صورة، ايوه وهي هذه الادكشن او هنا. انا صراحة ما اجي افرق بين الادكشن والابدكشن، اقول يعني كلمة اد يعني زي كأني اضيف الشيء اقربه لي، فهذه ادكشن يعني انا كده افهم. هذه الادكشن، هذه الاكستنشن للشولدر بيرجعها على ورا، وهذه الميديا روتيشن بانه يقرب اليد على جوا. في صورة تانية اوضح لها، ايوه هذه هي ميديا روتيشن. طيب الهيد اللي ماسك في الكلافيكل قلنا يعمل فليكشن، بما انه هذا اكستنشن عكسها تماما هو فليكشن اوف ذا شولدر. طيب هذه الاكشن اوف ذا مسل. طب لو قلنا في ايش ممكن نستخدم اللي هي بيكتوراليس ميجر، دائما لو نلاحظ في تو اكتيفيتي بنعملها اللي هي سويمينج وبلاي ان بارالل. لو نلاحظ لما تيجي الواحد يجي يسبح المسلز هذه هي بتنشد اللي في الصدر اللي هي دي. طيب ايش يعني بلاين بارلل؟ في صوره جبتها، ايوه هي هذه بيشدوا المسلز اللي هي بيكتوراليس ميجر. طيب عندنا كلينيكال نوت مره مهمه عن البيكتوراليس ميجر اللي هي خلينا اشيلها اول حاجه. ايوه عندنا ان ذا لوور بوردر اوف ذا بيكتوراليس ماينور في جروب اوف ليمف نود اسمها بيكتوراي ليمف نود، او نقدر نسميها انتيرير جروب اوف اكزيلاري ليمف نود. تمام بيعمل درينج فيها شيئين اللي هي lateral half of the female breast، النص كده هنا lateral half of the female breast بيعمل درينج في الجروب of lymph node هنا، والskin of the interior chest مع الابدومين، يعني كل الانتيرير ابدومين اهم شيء above the umbilicus كلها تروح تعمل الدرينج في الجروب of lymph node اللي هي اسمها pectoral lymph node سواء كان في اليمين او في اليسار. طيب لو حصل any carcinoma في lateral half of the female breast او في skin of the chest and abdomen above the umbilicus حيصير عندنا enlargement of the pectoral lymph node. انا كيف اعرفها؟ ممكن يجي المريض ببين او زي كده، انا اعرفها عن طريق اني اقرص هذه المنطقة هحس بألم قوي والاقيها enlargement. طيب وبكده يكون خلصنا الانتيرير wall of the axilla. نجي للميديال wall of the axilla اللي بيتكون من واحدة muscles كبيرة اسمها serratus anterior muscle. طيب نجي نشوفها من هنا، هي هذه الاوريجين حقها بتطلع من الابر 8 ريبس. طب لو نجي نلف نشوف، اها تطلع من الواحد 2 3 4 5 6 7 8، هنا كمان حاطين 9 لكن حسب التكست بوك انه هو بيطلع من الابر 8 ريبس. طب الانسيرشن حقها تروح في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا مع الانفيرير انجل اوف ذا سكابولا زي ما احنا شايفين هنا، هذا الانسيرشن حقها. طيب النيرف اللي بيعمل لها سبلاي مين؟ لونج ثوراسيك نيرف. اللونج ثوراسيك نيرف هذا برضو بيطلع من البريكيال بلكسس من C5 و6 و7. ممكن نسميه لونج ثوراسيك نيرف او ممكن نسميه نيرف تو سيريتس انتيريور لانه هو بيعمل لها سبلاي. طيب ايش وظيفتها؟ وظيفتها بتعمل lateral rotation of the scapula وبتعمل abduction above 90، وفي كمان وظيفة تانية بتعمل protraction of the shoulder. دحين أوريكم برضو الأشياء دي الثلاثة. قلنا أول حاجة بتعمل lateral rotation of the scapula. إيش يعني lateral rotation of the scapula؟ بإنه تخليها تروح laterally بحيث إنك ترفع يدك above 90، فيعني lateral rotation of the scapula بيساعد على الابدكشن above 90 زي ما احنا شايفين هنا. مين اللي بيسويها؟
سيراتس انتيريور. طيب ايش يعني برو تراكشن؟ برو تراكشن هي هذه انه تقدم تثني نفسك على قدام، زي مثلا لما تيجي تكتب حاجه على مكتب او زي كده، هذه هي برو تراكشن. وهذه اللي هي lateral rotation of the scapula مع abduction above 90، هذه الثلاثة كلها وظائف السيراتس انتيريور. طيب ايش هي الكلينيكال نوتس المتعلقة بالسيراتس انتيريور ماسل؟ عندنا في عملية بيسموها اسمها radical mastectomy. ايش هي؟ عبارة عن surgical procedure بيعمل removing للبريست لو كان فيها كارسينوما، بيشيلوا معها chest muscle منها البكتوراليس ميجور وبكتوراليس ماينور، معها كمان الليمف نود اذا كان وصل لها الكارسينوما. تمام، خلال هذه العمليه ممكن بيعملوا انجري للنيرف اللي هو مين؟ اللونج تراسيك نيرف، او اللي هو النيرف تو سيراتس انتيريور اللي بيعمل سبلاي للسيراتس انتيريور ماسل. فانا اذا خسرت النيرف هخسر الاكشن اوف ذا ماسلز اللي هي الثلاثه قلنا عنها، اللاترال روتيشن، ابدكشن ابوف 90، بروتراكشن. لكن عمليه اللاترال روتيشن والابدكشن ابوف 90 هذه في مصل تانية دحين حنتعرف عليها بتعملها، فاحنا حيصير عندنا مشكلة difficulty في هذه الاكشن لكن ما حنخسرها بالكامل. اما البرو تراكشن تقريبا حنخسرها بالكامل. وفي حاجة او هي تعتبر as a clinical feature بيجي بيها البيشن اللي يكون عنده injury في اللونج تراسيك نيرف. ايش هي؟ اسمها اللي هي winged scapula. بيقول لك انه دحين مثلا جاك البيشن بيشتكي من difficulty بأنه بيرفع يده أو أي حاجة من دي الأشياء، طيب حتعمله physical examination، يعني نوقفه على الجدار بحيث أنه يحط يده على الجدر يكون مكشوف من غير ملابس. هلاحظ في السكابيلا أنها حتكون prominent، البوردر كلها حقتها واضحة بارزة واحدة أكثر من الثانية، وطبعا المنطقة اللي فيها السكابيلا prominent هي المنطقة اللي حيكون فيها مشكلة في النيرف. هذه أهم clinical note عن serratus anterior اللي حيكون فيها injury to the nerve حتسبب منها winged scapula. وبكده يكون خلصنا medial wall of the axilla اللي بتكون واحدة muscle. نيجي للposterior wall of the axilla بيتكون من 3 muscles اللي هي subscapularis muscle، isthmus dorsi muscle، teres major muscle. طيب نبدأ بأول واحدة اللي هي subscapularis muscle، هنا هي هذه، نضغط عليها. طيب بما إنها هي posteriorly فحيكون الأوريجين حقها من وراء. طيب تطلع من فين؟ تطلع من بما انها هي اسمها سابسكابيلاريس حتكون تطلع من سابسكابيلاريس فوسا اللي هي تكون هنا، شوفوها هي هذه كلها تطلع منها سابسكابيلاريس مصل. طيب حتروح تعمل انسيرشن فين؟ نشوف في الليزر تيوبرسيتي اوف ذا هيومرز. تمام، النيرف بيعمل لها سبلاي ابر اند لوور سابسكابيلار نيرف. طيب قبل ما اقول الاكشن حقول المسل التلاته كلها لانها كلها بتعمل نفس الاكشن. طيب ليش لتسمس دورساي مسل؟ فينها؟ هي هذه. طيب من اسمها هي دورساي يعني من ورا، من ورا ومن اسفل. طيب حقها الاوريجين مره كتير لان هي طالعه من يعني من ممتده كمان زي كده، فممكن نقول الاوريجين حقها مو ذاك الشيء مهم، ما ركز على الدكتور يعني ما قال كل الاشياء حتى، اللي هي إليا كريست لامبر فاشيا سباين اوف لور 6 ثوراسيك فيرتيبرا لور 3-4 ريبس اند انفيريور انجل زي ما احنا شايفين هنا اوف ذا سكابولا. طيب حنروح نشوف فين الانسيرشن حقها، برضو في الليزر؟ لا، حتروح فين؟ في الفلور اوف بايسيبيتال جروف. تمام، النيرف اللي بيجي يعمل لها سبلاي تراكو دورسال نيرف، يطلع من C6-7-8. تمام كده خلصنا المسألة الثانية اوف ذا بوستيرير wall of the axilla. نيجي للثيرد muscles اللي اسمها مين؟ teres major. التيرس major muscle هنلاقيها هي هذه برضها عشانها posterior، الأوريجين حقها من ورا. طيب الأوريجين حقها بتطلع من lateral third of the lateral border of the scapula، هذا هو lateral border of the scapula، تطلع من lateral third يعني من أسفل يعني نهاية المين الscapula. الانسيرشن حقها هتروح تعمل insertion برضو medially to bicipital groove. لو نفتكر في البداية البكتوراليس ميجور كانت تعمل lateral to bicipital groove لكن هذه medially to bicipital groove. طيب النيرف اللي بيعمل لها supply اسمه lower subscapular nerve. الاكشن حقت التلاتة مصل هذه كلها نفس الاكشن حقت البكتوراليس ميجور لانها برضها بتعمل insertion في bicipital groove، يعني extension adduction ميديا روتيشن اللي وريتكم هي اول.
لكن بضيف على لاتيسمس دورساي انه في ايش ممكن نستخدمها في اكتيفيتي، هذه ذكرها بروفاجي انه ممكن تستخدميها في كلايمبينج زي الحراميه لما بيجي يسرقوا بيطلعوا يتسلقوا. هتلاحظ حتى لما ترفع يدك انه المسلز اللي نهايه الظهر هي اللي بايش تنشد، وكمان ممكن بيستخدموها في بلاي ان بارلل، لا يعني في زي في الاولمبيات. طيب وبكده يكون خلصنا بالسيرير وول اوف ذا اكزيلا. باقي اللاترال وول اوف ذا اكزيلا اللي هو تقريبا يتكون من هنا، يعني يتكون من المسلز حقت الارم، وهذه مهمة الاوبجكتيفز عندنا ان شاء الله حتنشرح في المحاضرات الثانيه. طيب في عندنا مسلز ثانيه بتكون لنا الشولدر، ومن اهمها اللي هي الدلتويد مسل، لو شفناها هنا هي هذه. تمام الدلتويد مسل هذه بتتكون من 3 فايبرز، انتيرير فايبر، ميدل فايبر، بوستيرير فايبر. لو جينا نشوف الاوريجين حقت كل فايبر، الانتيرير فايبر بتطلع من اللي هو lateral third of the clavicle. تمام الميدل فايبر بتطلع لنا من الاكروميون اوف ذا سكابولا، اما البوستيرير فايبر بيطلع من spine process of the scapula. كلها التلاتة حتروح تعمل insertion فين؟ في الدلتويد tuberosity of the humerus. من اسمها الدلتويد مسل هتروح في الدلتويد tuberosity. طيب النيرف اللي يجي بعمل لها سبلاي اللي هو مين؟ اهم axillary اللي هو اهم نيرف اللي هو axillary نيرف اللي يجي من الابيكس اوف ذا اكزيلا، يعني يجي يعمل لها سبلاي. طيب الاكشن حقتها طبعا بما انها تتكون من 3 فايبرز حيكون عندها كل فايبر لها اكشن، زي عندنا الانتيرير فايبر بيعمل لنا فليكشن اند ميديا روتيشن، البوستيرير فايبر بيعمل لنا اكستنشن لاترال روتيشن، نلاحظ انهم الاثنين عكس بعض. اما الميدل فايبر بيعمل لنا ابدكشن، ابدكشن فروم 20 تو 90. طيب وهي الوحيده اللي بتعمل الابدكشن فروم 20 تو 90، فعشان كده من اهم كلينيكال نوتس للدلتويد مسل انه اذا حصل لها اذا حصل لي الاكزيلري نيرف انجري حيسبب لنا فلات ديبريست شولدر، حيصير عندنا باراليسيس للمسل، حيصير عندنا ستوب للابدكشن فروم 20 تو 90، حيصير عندنا كمان حاجه بانه الاكزيلري نيرف لما بيجي بيكمل in the lower half of the deltoid muscle حيكمل as upper lateral cutaneous nerve. تمام فحيصير عندنا loss sensation in the lower half of the deltoid muscle، اما ال upper half ما حيصير له شيء. ليه؟ لانه بيتغذى عن طريق نيرف اسمه suprascapular nerve. طيب كده عرفنا الاهم clinical note حقت اللي هي deltoid muscle. طيب عندنا كمان في مسلز بتكون لنا الشولدر، لكن ما تعتبر من المسلز اوف ذا بوستيرير وول اوف الاكزيلا لانها مي موجوده في منطقه الاكزيلا، هي جدا كبيره موجوده في الباك اوف ذا موجوده في البوستيرير وول، يعني اسمها ترابيزيس مسل. طيب عشانها كبيره حتنقسم الى ابر وميدل ولور فايبرز. طيب الابر فايبرز بيطلع من سباين اوف 7th سيرفايكال فيرتيبرا، اما الميدل واللور حيطلع من spine of all thoracic vertebra. طيب هذه الاوريجين الانسيرشن حقها، الابر فايبر حيروح يعمل انسيرشن في lateral third of the clavicle، اما الميدل حيروح يعمل الميدل مع اللور كلهم الاثنين حيروحوا يعمل انسيرشن في الاكروميون and spine process of the scapula زي ما احنا شايفين. تمام طيب عندنا بما انها تنقسم 3 fibers يعني عندنا 3 action، يعني الأبر فايبرز بيعمل أكشن اللي هو إيه؟ رايزنج شولدر شروغينج كده، يعني هز الأكتاف ترفعها لفوق. تمام أما الميدل فايبر بيعمل لنا ريتراكشن، وهي عكس عملية بروتراكشن اللي بيسويها مين؟ السيريتس أنتيريور. أما وذكر عليها مثال اللي هو بروفوجي شولدر أتنشن، يعني كده بيوقف لما يجي بيضربوا تحية بيرجع أكتافه مع لورا. أما اللور فايبرز بيعمل لنا لاترال روتيشن، وهذه برضو زي عملية زي اللي بيعملها سيراتس انتيريور. خليني افكركم بيها، هذه هي عندنا، هذا هو اللاترال روتيشن. بما انها بتعمل لاترال روتيشن يعني بتعمل ابدكشن ابوف 90 زي مين؟ زي سيراتس انتيريور، وزي ما قلنا بتعمل ريتراكشن. اوريكم هي هذه اللي ترجع الاكتاف على ورا، الشروغينج اللي هي رفع الاكتاف على فوق. طيب ايش الكلينيكال نو؟ اول شيء نعرف النيرف سبلاي لها اللي هي سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف اللي يعتبر C11 يعني يعتبر من الكرانيال نيرف. طيب اذا مثلا جانا شخص مطعوم في الرقبه فحصل انجري لهذا النيرف اللي هو مين؟ سباينال بارت اوف اكسسوري نيرف، ايش اللي بيصير؟ طبعا اول حاجه عندنا باراليسيس اوف ذيس ماسل،
حيصير عندنا من هم الوظائف اللي هي في الأبر فايبرز اللي هي شروكينج، فحيصير عندنا ستوب للشروكينج، ما يقدر يرفع يهز أكتافه على فوق، وممكن يحصل معها وينجد سكابيلا زي اللي بيصير مع سيراتس أنتيريور. لكن عشان عندها سيراتس أنتيريور شغالة كويس، فهي حتعمل بدالها اللي هي اللاترال روتيشن أوف ذا سكابيلا، فممكن تحصل معها ممكن لا. طيب بقي كمان عندنا 3 muscles تعتبر برضو من الشولدر ريجون، كلها حتروح تمسك في السكابيلا، ومين الاكشن حقها حيكون على السكابيلا اللي هم مين. عندنا اول واحدة اللي هي الليفيتور سكابيلا. الليفيتور سكابيلا الاوريجين والانسيرشن حقها مع الاثنين اللي حقولها الباقية ما يعني بروفوجي ما ذكرها، قال مهي مرة مهمة، لكن انا حقول لكم هي بما انها من الاوبجكتيفز. اول واحدة اللي هي الليفيتور سكابيلا تطلع من الترانسفيريس بوسس اوف ذا فيرست فور سيرفايكال فيرتيبرا، تمام؟ هتروح كل هتروح تعمل insertion فين؟ في الميديال border of the scapula. طيب النيرفل بيعمل لها supply dorsal scapular nerve. ايش وظيفتها؟ بما انها هي من فوق تقريبا الscapula هتعمل لها elevation of the scapula، من اسمها elevator scapula هتعمل elevation للscapula. طيب تاني muscles اللي هي rhomboides minor، وفي عندنا muscle ثالثة اسمها rhomboides major. طيب لما اخذناها في لاب الاناتومي قالت لنا الدكتوره كيف نفرق بينها. الليفيتر سكابيلا حتكون حسب السباينال بروسيس اللي اسمه السباين بروسيس، معلش الليفيتر سكابيلا حتكون ابوف ذا سباين بروسيس، اما رومبويدس ماينور حتكون قدام على طول يعني قدام السباين بروسيس، اما الرومبويدس ميجر حتكون بيلو ذا سباين بروسيس من اسفل. طيب نيجي للرومبويدس ماينور تطلع من فين؟ تطلع من spine of the seventh and the first thoracic seventh cervical and the first thoracic vertebra. هتروح تعمل insertion فين؟ في medial border of the scapula. النيرف بيعملها supply نفس النيرف زي ما احنا شايفين هو ماشي اللي اسمه dorsal scapular nerve. طيب ايش وظيفتها؟ تعمل medial rotation of the scapula. عكس مين؟ عكس السيراتس انتيرير والترابيزيوس اللي بتعمل لاترال روتيشن في السكابيولا. الحين اوريكم هي في الرسمه، بس خلينا نكمل المصل هذه. هذه مين اللي هي رومبيدس ميجر، الاوريجين حقها من فين؟ من السكند الين الفيفث ثوراسيك فيرتيبرا، تمام؟ هتروح تعمل انسيرشن فين؟ في الميديال بوردر اوف ذا سكابيولا. النيرف نفسه دورسال سكابيولر نيرف ايش وظيفتها؟ برضو بتعمل medial rotation of the scapula. دحين فين؟ ايوه هنا هذه هي، هذا lateral rotation by the serratus anterior، هذا medial rotation by the rhomboides سواء كان minor او major، وهذا الليفيتور سكابيولا بترفع السكابيولا. فمتى يصير عندنا medial rotation؟ لما ترخي يدك على اسفل downward rotate of the scapula. طيب اخر حاجه نتكلم عنها اليوم اللي هي روتاتور كاف. ايش هي روتاتور كاف؟ هي عباره عن تندون اوف فور ماسلز تلف حوالين الشولدر جوينت ما عدا انفيريرلي، تعمل ستابيلايزنج للهيومرال هيد بحيث انه يخش في الجلينويد كافيتي اوف ذا سكابولا بشكل كويس، بتعمل يعني ستابيلايزنج للشولدر، وكمان تساعد على الحركه في جميع الاتجاهات بحيث انه تكون وايدلي موشن للشولدر جوينت. طيب ايش هي دي المسلز؟ انتيريرلي حيكون عندنا سبسكابيولاريس مسل. السبسكابيولاريس مسل هذه هي تجي من البوستيريور وول اوف ذا اكزيلا، لكن زي ما قلنا بتجي تعمل انسرشن فين؟ في الليزر تيوبستي اوف ذا هيومرز، فعشان كده اعتبرناها انتيريرلي. طيب سوبيريرلي حيكون عندنا سوبرا سباينيتوس مسل، دحين نتعرف عليها. بوستيريرلي حيكون عندنا الانفرا سباينيتوس مسل مع تيرس ماينور مسل. inferiorly ما حيكون عندنا muscles، وفي clinical note مهمة عن هذه النقطة حنتعرف عليها دحين برضو. طيب ايش هي اول muscle قلت عنها؟ subscapularis اتعرفنا عليها فين؟ في posterior wall. نيجي لمين؟ لsupraspinatus muscle. supraspinatus muscle من اسمها طالعة من supraspinatus fossa of the scapula، ورايحة تعمل insertion فين؟ في greater tuberosity of the humor. طيب النيرف اللي بيعمل لها supply supraspinatus nerve. طيب ايش وظيفتها؟ تعمل انيشيات الابدكشن. شوف هي فوق الهيومرز فتعمل انيشيات الابدكشن from 0 ل 20، تمام؟ عندنا عملية الابدكشن اساسا بتصير في 3 خطوات اللي هي abduction from 0 to 20 عن طريق مسل اللي هي اسمها supraspinatus muscle، اما الابدكشن from 20 to 90 اللي هي شكل اللي هي زاوية قائمة
حيكون عن طريق الدلتويد ماسل. لاحظ انه هنا ماسل واحده، ماسل واحده بتعمل دي الاكشن، فلو حصلها باراليسز حتتوقف هذه الاكشن كومبليميتلي. اخر حاجه اللي هي فروم 90 اند ابوف حتكون عن طريق تو ماسلز اللي هي ترابيزيوس ماسل مع سيرياتس انتيرير ماسل. فهنا لو واحده منا صار لها باراليسز بسبب انجري للنيرف حقها، فما حتتوقف دي الحركه كومبليميتلي، حتكون بس difficulty arising the hand the arm above 90. تمام، نرجع للمسلز بنتكلم عنها. خلصنا من السوبرا سباينيتس، نجي للانفرا سباينيتس. تطلع من فين؟ من الانفرا سباينيتس فوسا اوف ذا سكابولا، هتروح تعمل انسرشن نفس المكان اللي هو greater tuberosity of the humor. ايش وظيفتها؟ كده احنا شايفينها جايه على greater tuberosity، هتعمل lateral rotation of the scapula، كمان بتساعد على stabilizing of the shoulder. طيب اخر واحده ونفس النيرف اللي بيعملها سبلاي نفس النيرف اللي هي سوبرا سكابولار نيرف. طيب نيجي للتيرس ماينور. لو نلاحظ لو نقارنها بين تيرس ميجر هتكون هي فوق التيرس ميجر. تمام، نيجي انفرا عشان نشوفها من فين تطلع الاوريجن حقها. من الابر 2/3 اوف ذا لاترال بوردر اوف ذا سكابولا، تروح هتعمل انسرشن فين؟ في برضه الجريتر تيوبرسيتي اوف ذا هيومرز. الاكشن حقتها برضو بتعمل lateral rotation and stabilizing the shoulder. ايش النيرف حقها؟ هنا النيرف حقها مهم اللي هو مين؟ axillary nerve. والaxillary nerve هذا بيعمل supply لتو muscles، خليني افتكرها deltoid muscles and teres minor muscle. طيب نيجي للclinical note. من اهم clinical note المتعلقة بالrotator cuff دوبها تكلمنا عنها شيء اسمه supraspinatus tendonitis. قلنا احنا الروتاتر كاف عبارة عن تندون تربط بتوين اللي هي مين؟ الأربعة مسلز اللي تكلمنا عنها. طيب ممكن يحصل عندنا في التندون ده انفلوميشن. ايش بيجي البيشنت يشتكي من ايه؟ هيحس بألم at the tip of the shoulder، هيكون الألم ده بيزيد with rising the arm خصوصا in abduction above 60 from 60 تقريبا ل 120، هيحس pain during the abduction. ليش؟ لأنه عندنا الأكرومين بروسيس أوف ذا سكابولا هيضغط على التندون، والتندون ده فيه له التندون هذا فيه له انفلاميشن، فلما بيضغط عليه حيزيد الألم، وغالبا دي الحالات بتصير في الناس اللي عمرهم أكثر من 40 سنة. طيب in advanced cases من ال supraspinatus tendonitis أو عموما التندونيتس حق الروتيتر كف حيصير عنده تندون رابتشر. إذا حصل رابتشر للتندون يعني بالكامل حيصير عنده loosely initiate the abduction from 0 to 20. ليه؟ لأنه السوبراسباينيتوس هي اللي بتعملها، فإذا التندون حقها سالو رابتشر فما حتشتغل، فما حيصير عندنا abduction from 0 to 20. ممكن السوبراسكابولار نيرف اللي هو متعلق بالتو ماسلز اللي هي السوبراسباينيتوس والإنفراسباينيتوس يصير له injury، نفس الوقت ما حيصير عندنا initiate the abduction from 0 to 20. طيب آخر clinical note حتكلم عنه اللي هو inferior dislocation. مثلا جاء شخص حصل له accident، اتخبط من ورا مثلا، حصل له أول حاجة inferior dislocation. طيب بعد كده لما يجي يروح المستشفى حتلاقيها anterior dislocation لما نشوفها في الإكس راي زي ما هي موجودة هنا. ليش؟ أول حاجة حسب الأناتومي بسبب أسفل ما فيش muscle حيصير عندنا inferior dislocation، لكن بسبب وجود الأدكتور muscles اللي بتعمل adduction حتحرك راس الهيومر الى anteriorly مما يخليه anterior dislocation. تمام؟ ممكن بس لما يصير عندنا inferior dislocation يحصل injury لمين؟ للaxillary nerve، والaxillary nerve هذا بيعمل supply للdeltoid muscles، فحيصير عندنا مشكلة في الabduction from 20 to 90. طيب بكده خلصنا المحاضرة. معلش اني طولت عليكم، لكن هي محاضرة مرة مليانة معلومات كثيرة، وبالتوفيق يا رب إن شاء الله.